فاش كديري شي حاجه وكيحصلك خوك؟ النوع الاول صافي يا صاحبتي كوني هانيه. وي انا غادي ندوز عندك في العشيه. المهم غادي ندوز عندك باش نمشيو ناخذوا ديك الكسوه هذيك اللي فيها الخضر والحمار ومنقطه بالغوز. لا كوني هانيه انا غادي ندوز. ويلي ناي كحلت الطبسيل تهرس. ماشي مشكله اختي سلمى، ماما باقا ما شافت والو، غادي نجمعوه وغادي نخبيوه باش ما تعيقش بيك وما تبقاش تغوت عليك. اخويا حسام حسن والله غادي تبقى تسمعني في الهضره. المهم انا غادي نبدا نجمع هذا الشيء. صافي اختي انت جمعي هذا الشيء وانا غادي نمشي نحضر لك ماما واش جايه. ملي ندير لك هكا نصفق بيدي عارفيها راه جايه. صافي صافي اخويا واخا هاني مشيت. اختي سلمى، ماما واقيلا جايه، سمعت بحال شي واحد جاي. اتكون ها هي واش بصح؟ ولي شنو غادي ندير؟ ما تخافيش اختي انا غادي نعرف شنو غنقول ليها. بلاتي غنغطي داك الشيء. حسام سلمى سمعت شي حاجه طاحت؟ تقدروا تقولوا لي شنو هذا الشيء؟ انا تخلعت اصحاب لي شي واحد تاذى فيكم. ماما غير سمحي ليا، كانت اختي سلمى هزت الطبسيل كتمسحو وانا جيت على غفله وديت لها هاو خلعتها وهو يطيح ليها مسكينه الطبسيل وتهرس. انا اللي درت هذا الشيء كامل والله غير سمحي ليا. لا ماما خويا حسام ما دار مسكين والو، غير بغى يدافع عليا. راه انا اللي طيحته، انا السبب. كنت مشغوله بالتليفون كنهضر مع صاحبتي وما شفتوش وطاح ليا، وانا مستعده للعقاب والله. لا وليداتي ما غادي نعاقب حتى شي واحد فيكم. المهم هو الطريقه كيفاش دافعتوا على بعضياتكم عجبتني بزاف. هكا نبغيكم ديما، اما التباصل غادي جايين. واه شكرا ماما لحقاش سمحتي لنا، راه ضروري ندافع على اختي سلمى لحقاش عزيزه عليا بزاف، وحتى هي ديما مسكينه كتدافع عليا. وحتى انت اخويا حسام والله حتى عزيز عليا بزاف، الله يخليك ليا. هادو هما الخوت والا فالا. يلا ها وليداتي خليونا نجمعوا هاد الشيء باش ما يتجرح فيكم حتى شي واحد. النوع الثاني وقلت ليك اصحابتي بلوكيه وما تعاوديش توي معاه ولا طلعي ليه في. تعرفي طلعي ليه في؟ ويلي واش ما عندك نفس؟ واش ما عندك نفس بلوكي تبلوكا لك قلبك. هو قلت ليك ما تبقايش دوي معاه. هو دابا تجني واش ما كتفهميش؟ ودبر راسك دابا انت وياه، ملي يجي خونك ديك الساعه اجي تبكي عليا. وقلت ليك الزبله. ويلي طبسيل تهرس ليا ناك حاجه من عند ماما. ويلي شنو درتي؟ عاد قلت لك ماما عاد قلت لك كحالتيها. ويلي عنقولها ليها ماما. لا عافك شوف الا ماما لا نعطيك اللي بغيتي. اسكت عافك اسكت عطيني اللي بغيت. صافي حيتها عطيني التليفون ديالك لعب به باللعب. شنو هو التليفون؟ هاك التليفون والله لا خديتي. صافي وماما صافي هاك ها هو هاك طنقي. عطيني لي زياد حتى هما. ومالك انت باغي تجدد؟ لا غادي تقطعهم ما نعطيهمش لك. لا صافي هاك هما. الله يعطيك مصيبه طلقي. ياه يلا سيري جيب لي شي كاس ديال الماء. واخا انا غاده. وي وما تعطليش نلعبوا في هذا شويه. هاك ها هو طلقي. من جبتي هذا؟ جبته من روبيني من ناس بغيتي نجيبولك. مالو هاكا سخون؟ باغا تقتليني ياك باش ما نقولهاش لماما؟ وشكون عارف تكوني دايره فيه السم؟ يا الله اويلي واش دختي؟ راه كلشي كيشرب من روبيني. ولا ماشي سوقي انا ما بغيتوش. سيري جيبي ليا سيدي علي ولا سيدي حراجه. حتى منين غادي نجيبولك؟ راه ما عنديش انا الفلوس. هي تتغوتي على الشاف ديالك وانت خدام شنو صحاب راسك؟ شتك تتحمسي بزاف تيقتي راسك. طق داك التليفون عيط دابا لماما ونشوفوا شنو غادي نقول ليها. واخا غادي تجيب ديال الصداع لراسك صحابك غادي تخلعيني انا غادي نعيط ليها. ماما وتعالي اما انتوما الدحوشه شو واقع؟ شوفي بنتك
شنو هلسات ليك؟ ويلي 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 على المقملة الطبسيل اللي عزيز عليا هلساته. ولا ماما ماشي انا اللي هلسو، هو اللي هلسو. لحقاش قلت ليه غدا نقول لماما بلي جبتي صفر في الرياضيات، وبصح جاب صفر ومكلخة ماما ما تعرفش كاع يحسب، ما تعرفش مرة، عقله فيه الكياس. لا ماما عا كتكذب عليك، جبت واحد ماشي صفر. زعما قضيتيها غا صفر بحال واحد المكلخ غا بحال بحال. تبن موك الكاسول واش كتاكل التبن؟ ولا ماما والله حتى عندي مع الرياضيات وتنعرف نحسب، عا في الامتحان كنبقى ننسى. كذاب، قولي له ماما يلا شحال جوج زائد واحد؟ اه يلا جاوب شحال جوج زائد واحد؟ جوج زائد واحد واخا بلاتي نحسبها. ويلي ويلي علاش هو كيحسبها بيدو؟ صافي بقى لك عاد تحسبها بوجهك شهية. اه واخا ويلي على المطرنك، ولكن اليوم غادي نقاد امك مزيان باش تبقى تعقل على الحفاظه. والله عندك والله عندك وصافي صافي عاود 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 عرفتي بنتك ديك النهار كنت خارج معاها وتلاقات بواحد الولد وشرى لي ثلاثه الحلوات وقال لي ما تقولهاش لماما. ياك المقمله وليتي كتطلق عليا مع الدراري وليتي عازله امك، ولكن اليوم غادي نصلح امك مزيان باش تكادي. ويلي عاد تاكل العصا امشي تفرج فيها.